اهلا استاذ طلال. اهلا بكم. الحقيقه برحب فيك في بلدك. هذا صحيح. وعلى الفور بدي يعني اتذكر شيء بتعلق فينا نحن بالتلفزيون او في الاذاعه السوريه. عشنا مع زملاء ولم نكتشف، يمكن انا ما بعرف انه زميلي كان فلسطيني الا في وقت متاخر جدا. ما كنا نفكر بهالطريقه. بسوريا ما عندنا اي تمييز او اي نظره اخرى، هذا فلسطيني ولا هذا سوري. اعتقد انه التاريخ بيقول هيك ايضا، نحن من اصول تاريخيه مشتركه، نحن كنعانيين بالاصل وبنشترك معكم في هذا. و3000 سنه قبل الميلاد كانت الدوله الكنعانيه في فلسطين، ويعني عرب، جماعة عرب عايشين فيها رغم كل ادعاءات الإسرائيليين أو الصهاينة، هن مثلهم مثل أي غازي إجا على فلسطين ورحل. يعني مر عليك الرومان والحكم العثماني والصليبيين وكل هذا إجا على فلسطين، فيما بعد رحلوا وبقيت فلسطين. إلى أي حد تؤمن وأنت الفلسطيني المتجذر من أرض يافا بأن هذا يعني هذا الاغتصاب، هذا الاحتلال، هذه السيطرة، هذا القمع سينتهي؟ أولا بدي أصحح، الفلسطيني في سوريا قد يكون عنده ميزات على السوري، وليس فقط موازي أو متساوي في الحقوق. فأنا أعرف كيف يعامل المواطن الفلسطيني وليس اللاجئ. يعني أنا أعتبر أن الفلسطيني هنا هو مواطن من جنسية فلسطينية، لأنني أرى كيف القوانين والأنظمة تعامل هذا المواطن الفلسطيني. فلسطين لا تحتاج، السؤال لا يحتاج لإثبات. أنا أريد أن أعيد السؤال عليك. سمي لي في التاريخ حركة تحرير واحدة لم تنتهي بالانتصار وزوال العدوان. عندنا أمثلة كثيرة جدا منذ خلقت البشرية. صحيح. وهنالك احتلالات. نعم. ليس هنالك احتلال واحد في التاريخ إلا انحصر عاجلا أم آجلا وحققت المقاومة انتصارها. لكن هنا الفرق، معلش اسمح لي أستاذ طلال، الفرق في الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي، ادعائهم بأنه هن أصحاب الأرض، وأنه وبالتالي يعني ثقافتهم من خلال المدرسة، ثقافتهم حتى الدينية بتقول له أنه هي أرضكم وهي أرض. كمان بدي أرد عليك السؤال. نعم. وأنت مفكر وحافظ للتاريخ، منذ متى بدأت هذه الثقافة وهذه الحملة؟ بعد وعد بالفور وما قبل طبعا، من الحرب العالمية الثانية. نعم. إذا كان هذا شيء ديني وتاريخ وحضارتهم، وما فيش عندهم حضارة. يعني أنا أدعي وأقول، وإذا كان أنا مخطئ أريد من يعطيني أي مقومات من مقومات ما يسمى الحضارة بالنسبة للعنصر الصهيوني. ليس هنالك حضارة، هذه أكذوبة كبيرة. بعد الحرب العالمية ظنت هذه المجموعة الصهيونية، وهي مجموعة قليلة، ظنت بأن هذه الفرصة هي فرصة تاريخية لقيادة مشروع بموجبه يصبحوا مقاولين للغرب في الشرق، في الشرق العربي. فهو مشروع تجاري وقاده أصحاب مال. يعني خلينا نحفظ التاريخ. لم يقاد لا من رجال دين ولا من رجال فكر ولا من مؤرخين، مجموعة من المتنفذين اقتصاديا وجدوا أن هذه، وهي العقلية الصهيونية، العقلية الصهيونية عقلية مال وعقلية كيف تستطيع أن تبتز لتحقق المكاسب، فشعروا أن هنالك فرصة لابتزاز الغرب في حين في حاجته لهم بأن يقيموا مشروع اقتصادي، وأنا بسميها مقاولة. هذا العدو الصهيوني ليس أكثر من مقاول، ليس هو العدو. وإحنا نرى أن في كل معركة من معارك التاريخ النضال العربي الصهيوني دائما كان صاحب المشروع اللي هو الغرب يأتي لنجدته، وفي هالأثناء أيضا يستمر في دعمه عسكريا ماليا اقتصاديا من كل أشياء. لماذا هذا الدعم الغير محدود؟ لأنه هو صاحب المشروع وهذا هو المنفذ، هذا مقاول، مقاول عند الغرب. يعني الوضع الأمر، وأنا أفهمه بما درست وبتكويني، ليس هذا المشروع أكثر من مقاولة لمستثمرين غربيين هم الدول الغربية. وجدوا في هذا المشروع مصلحة لهم
فأعطوه هذه المقاولة وهو يستفيد منهم بأجره للتنفيذ. وترى يعني خد بعد حرب غزة، بعد حرب غزة فورا في خلال 24 ساعة استيقظت قادة الغرب وجاءت في 24 ساعة لتحاول أن تغطي على جرائم العدو، لتحاول أن تعطي شهادة براءة، لتحاول أن تغير مجرى الموضوع وكأنها القضية قضية كارثة، صابنا زلزال أو فيضان وتعالوا نساعد هالناس المساكين. فبالتالي ليس هنالك شك بأن هذا المشروع إلى زوال، وأن زواله أصبح قريبا جدا أكثر مما كنت أنا أتوقع. أنا كنت أقول أنه بده 20-30 سنة، أنا بقول خلال 10 سنوات إن شاء الله ستسمع بأن هذه الظاهرة الاحتلالية، وهو احتلال ليس الدولة، ونحن نعرف أن شروط الدولة هو الحدود والدستور وتعريف المواطن، وكلها غير موجودة، غير موجودة، لا دستور ولا حدود، وهي عكس الدولة. يعني الدولة عادة تتكون من شعب ينشئ حكم ويبني جيش. هنا بالعكس، جاء العصابة الهجنة وأسست جيش، ثم استدعت الشعب، ثم قالت نحن دولة. استدعت من برا، يعني كل ما هو شعب هو مستدعى من قبل العصابة التي جاءت لهذا المشروع. اسمح لي أسس على كلامك حول مسألة الاقتصاد، أن هذا المشروع الاستيطاني ومشروع بالنهاية مشروع اقتصادي، يعني يستخدمه الغرب وهو أيضا يستفيد من الغرب، يستنزف الغرب. ضمن هذا السياق، في محاضرة لك حضرتك في القاهرة وفي مركز الشرق الأوسط للدراسات، دراسات الشرق الأوسط، قلت كلام، قلت أكثر المتضررين اقتصاديا من هذه الحرب، حرب غزة، وأكثر المتضررين أيضا على المستوى العالمي من مسألة انهيار النظام الاقتصادي العالمي هو الكيان الصهيوني. أريد أن أفهم منك كيف يعني سوف يتأثر هذا الكيان، وإلى أي حد يؤثر عليه. خليني أقسم الموضوع إلى جزئين. ما قبل الحرب على غزة منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، وما بعد وأثناء الحرب على غزة. قبل الحرب على غزة كان هنالك بدأت تظهر المشكلة المالية والاقتصادية العالمية، الاقتصادية لسه الآن في بداياتها، إنما الأزمة المالية. عندما نعرف أن السوق الوحيد عمليا للصادرات من كيان العدو هي إلى أمريكا وأوروبا وإلى الغرب عموما، وعندما نعرف أن هذا الغرب لن يستطيع أن يستورد هذه السلع لأنه عنده مشكلة يسوق سلعه الإنتاجية في داخله بسبب الأزمة، وعندما ندرك أن سوق التصدير كله أقفل، عندما ندرك أن البورصة انخفضت إلى النص، أن الاستثمارات توقفت كليا، وأن أغلب المصانع بدأت تقفل أو تنقل نشاطها إلى خارج الأرض المحتلة، فلسطين المحتلة، وفلسطين المحتلة هي كل فلسطين، أنا ما أتكلم عن فلسطين، أنا لا أتكلم عن ضفة وغزة، ما هذه ليست الأرض المحتلة، الأرض المحتلة هي فلسطين كاملها من البحر إلى النهر. إذا أخذنا كل المؤشرات الاقتصادية، العجز في الميزانية، انخفاض الناتج القومي، بدأ الناتج القومي ينخفض، يعني اللي بيسموه الدخل القومي جي دي بي، ينخفض كل كوارتر، كل 3 شهور ب1%. هذا كله قبل حرب، كله قبل الحبل. قبل الحرب وصلنا إلى مرحلة كانت فيها هذا الكيان الصهيوني كان في أزمة اقتصادية حادة جدا، وقد تكون أحد أسباب هذه الحرب هي هذا الوضع، لأنه أراد أن يقول لصاحب المشروع وهو مقاول أنه أنا الآن بسبب الحرب التي سأخوضها أحتاج إلى دعم جديد وأحتاج إلى تمويل جديد لإنقاذي،